أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والذي نطالع فيه كالمعتاد أهم وأبرز ما تتداوله الصحف والمواقع الإخبارية. نبدأ من حيث ركزت معظم المواقع الإخبارية اليمنية على حالة الاحتفاء التي رافقت جرحى مقاومة تعز إلى مستشفيات جمهورية تركيا. وقالت صحيفة تعز المقاومة إن عدد الجرحى الذين وافقت تركيا على استقبالهم بلغ 300 جريح سيتوزعون على مراحل، وقد وصلت الدفعة الأولى منهم. وأضافت الصحيفة في صفحتها الأولى إن نقل الجرحى يأتي بناء على اتفاق أبرمه محافظ تعز علي المعمري مع الجانب التركي. وتابعت الصحيفة الجرحى الذين تم نقلهم خضعوا لإجراءات واضحة في الاختيار والأولوية. صحفيا، قال الاتحاد الدولي للصحفيين في رصده السنوي للانتهاكات التي تطال الإعلاميين إن 93 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام قتلوا في عام 2016، 8 منهم في اليمن. يقول موقع المشاهد إن الضحايا سقطوا خلال هجمات محددة الهدف أو أخرى بواسطة قنابل أو بإطلاق نار، فضلا عن مقتل 29 وتحطم طائرتين في كولومبيا وروسيا، ما يجعل الحصيلة تبلغ 122 قتيلا. وقال الاتحاد عن الدول التي قتل فيها الصحفيون: شهد العراق مقتل 15 موظفا في وسائل الإعلام، وأفغانستان 13، والمكسيك 11، واليمن 8، وغواتيمالا 6، وسوريا 6، والهند 5، وباكستان 5. وقال رئيس الاتحاد الصحفي فيليب لوروث إن أي تراجع في العنف بحق الصحفيين وطواقم وسائل الإعلام هو دائما أمر مرحب به، ولكن هذه الإحصاءات لا توحي بانتهاء الأزمة الأمنية في قطاع وسائل الإعلام. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة صنعاء عبد الله فارع العزعزي كتب مخاطبا زملائه في جامعة صنعاء المحرومين من حقوقهم والملاحقين في حياتهم، وقال في جزء من مقالته المنشورة في الوحدوي نت: إما أن يعيش الإنسان حرا كريما أو أن يكون عبداً ضعيفاً وذليلاً. ماذا يعني أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في الجامعات اليمنية الحكومية وجميع موظفي الدولة بواجباتهم ولمدة 4 أشهر بدون رواتب؟ جسدوا بذلك قيم الولاء الوطني. عندما طالبت النقابات بحقوق منتسبيها اعتبرها البعض في خانة العدوان، ولم يقل لهم حتى شكراً على صبركم، بل وجهت لهم تهمة الخيانة. على جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أن تنحاز وتناصر كل داعية لانتزاع الحقوق والحريات والعيش بكرامة، ومن سينحاز للعبودية المختارة فذلك شأنه. إن دعوة النقابات للإضراب هو حق في مقابل الواجب الذي التزم به منتسبوهم، ولا يمكن لعقل المجتمع الجامعات أن تختار لنفسها أن تكون في صف العبودية بالإكراه أو بالاختيار. فلا يعقل أن نعيش في القرن 21 ونحن نصنف في قائمة العاملين سخرة. من سيكسر الإضراب ويغتصب مادة زميله تدريسا أو اختبارا أو تصحيحا سيفقد إنسانيته وشرف المهنة التي ينتسب إليها. يا أنتم، يا هؤلاء أو هؤلائك، يا من ها هنا أو ها هناك، إن أردتم حكمنا للتحكم فينا عليكم أن تلتزموا بقواعد وأسس الحكم حقوقا وواجبات، فإما أن نعيش أحرارا أو عبيدا. موقع يمن مونيتور عنوان في صفحته الرئيسية وفي رصده لأهم أحداث العام 2016 قائلا: رحلت الملفات اليمنية إلى عام 2017 محملة باتفاق سلام يبدو التقدم فيه هشا، وحكومة ومجلس لتحالف الحرب الداخلية في صنعاء في وقت سابقت فيه الحكومة اليمنية الزمن لتعود إلى أرض الوطن قبل نهاية العام. وقال الموقع: بدأ ملف السلام في اليمن معقدا، رغم أن الأمم المتحدة تعتقد أن طرفي الصراع بتا يعرفان ما يريده الآخر. وكان اللافت أيضا خلال عام 2016 توجه وفد للحوثيين من محافظة صعدة عبر منفذ علب إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية لعقد لقاءات مباشرة مع الجانب السعودي بالتزامن مع استمرار التهدئة في الحدود.
في محافظة إب التي تشهد العديد من الأحداث الأمنية والاعتداءات، قال الموقع بوست: إصابة طالبة في اشتباكات لمسلحين جوار السكن الطلابي في حرم الجامعة. وقالت مصادر طبية لموقع بوست إن الطالبة أميمة عبد الكريم القيسي من مديرية السيان تعرضت لإصابة خطرة في الرأس أثناء تواجدها في غرفتها بالسكن الخاص بالطالبات، وتم نقلها لمستشفى الثورة العام للعلاج. مصادر أمنية أوضحت لموقع بوست أن مسلحين اشتبكوا مع آخرين في خلاف حول عقار جوار الجامعة، وأن اشتباكاتهم متواصلة على قطعة أرض قريبة من الجامعة، ولم يتم إيقافهم من قبل الجهات الأمنية بسبب علاقتهم بميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. وذكرت مصادر محلية أن الفزع شمل الحي خصوصا طالبات السكن جراء الحادثة، فيما لم يتحرك أمن الجامعة حيال ذلك. عامنا لم ينقض بعد تحت هذا العنوان، كتب الدكتور أحمد محمد عتيق مقالا، وذلك عن توديع عام لن ينقضي، وقال في جزء مما نشره مصدر أونلاين: كيف ندعي أننا سننتقل من زمن لآخر ونحن في حقيقة الأمر نكابد آلام الأمل من دون أي انفراجة؟ استبدل في حياتنا كل ما هو جميل لتكون أترحنا وآلام الفراق من حبيب غادر أو انقضى أمره في الحياة أو يصارع الموت بسبب نفسية الطغاة الحاقدين المجرمين الذين لا يستريحون أبدا إلا بإراقة الدم والرقص على أشلائنا وتمزيق وطننا وشطر آفاقنا أرواحنا قلوبنا مع سبق الإصرار والترصد. إننا مثقلون بالدماء المسفوكة والمدن المحاصرة والرضيع الذي مات بسبب عدم وجود الأكسجين في تعز النابضة بالحب تحرق الورود فيها بالنار. علق موقع عدن تايم حول وقفة احتجاجية نفذتها أمهات المختطفين في صنعاء، وقال الموقع: رابطة أمهات المختطفين تقول مقتل 70 مختطفا في سجون الحوثيين جراء التعذيب. ونفذت الرابطة وقفة احتجاجية أمام سجن الأمن السياسي في صنعاء، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير أبنائها المختطفين وللتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها الميليشيا بحق المختطفين. وذكرت الرابطة أن المنظمات الحقوقية سجلت العشرات من عمليات التعذيب وعن وضعهم دروعا بشرية، فيما تعرض الكثير منهم للإهمال الغذائي والصحي ما تسبب في مقتل العديد منهم جراء ذلك. موقع مصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية عن الصحفي السابق الذي عمل لدى الموقع قبل سنوات، وقال الموقع: الحوثيون ينقلون يوسف عجلان إلى سجن جهاز الأمن السياسي، ووفقا للموقع فقد اختطف الحوثيون الزميل عجلان في 13 من أكتوبر الماضي، على الرغم من أنه توقف عن العمل في موقع مصدر أونلاين وعقب اقتحام الحوثيين لمكتب الموقع في شهر مارس 2015. يتابع الموقع: أودع عجلان عند اختطافه في سجن البحث الجنائي لعدة أسابيع قبل نقله إلى سجن الثورة الاحتياطي في صنعاء. وذكر مصدر حقوقي لمصدر أونلاين أن الحوثيين نقلوا عجلان مع 15 مختطفا آخرين إلى سجن الأمن السياسي بمزاعم إعادة التحقيق معهم، وظل أقارب الزميل يوسف عجلان يحاولون طيلة الفترة الماضية إقناع ميليشيا الحوثي بالإفراج عنه، إلى أن كل تلك المساعي لم تثمر بنجاح. وقبل قراءة ما لدينا من الصحف العربية نذهب إلى فاصل كالمعتاد، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بحلول العام الجديد تبقى التخوفات من استمرار الحروب في الوطن العربي وتدهور الأوضاع أكثر، وبهذا عنونت العربي الجديد قائلة: العام الجديد تطرف وسلاح. تقول العربي الجديد: على الرغم من عدم التوصل إلى حلول جذرية لمعظم الصراعات والقضايا المثارة عالميا، إلا أن عام 2016 حفل بأحداث وتطورات جوهرية، سواء المتعلقة بمآلات هذه الصراعات أو بالنسبة للدلالات الفكرية والسياسية المرتبطة بتلك التطورات، حيث شهد العام بحسب الصحيفة شهد تعاظم ثلاثة ظواهر: صعود الاتجاهات اليمينية بأفكارها العدائية تجاه الآخر المنعزلة عنه ثقافيا على الأقل، واتساع نطاق استخدام القوة المسلحة في إدارة النزاعات والصراعات، وتحول الصراعات والمشكلات والقضايا على اختلاف مستوياتها إلى ملفات مفتوحة ومتفجرة من دون أفق واضح، لا للحل الجذري ولا حتى لتسويات جزئية. تضيف الصحيفة: في ضوء التعقيدات المحيطة بعمليات التسليح وصعوبة المواجهات على الأرض، من غير المتوقع أن يتمكن أي طرف من تحقيق نصر حاسم أو من تغيير موازين القوى في أي من النزاعات المسلحة الدائرة، وبالتالي هي مرشحة للاستمرار خلال العام الجديد على الأقل. إلى صحيفة الخليج الإماراتية، نقلت عن منظمة أطباء بلا حدود، قالت المنظمة إن اليمنيات يواجهن صعوبات في الخدمات، حيث قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الكثير من النساء في اليمن يعانين بسبب الظروف التي خلفتها الحرب والتدهور الاقتصادي، ما أدى إلى عدم مقدرة الكثيرات على تحمل تكاليف المواصلات أو عدم توفر المواصلات نفسها في المنطقة، أو بسبب توقف المستشفيات القريبة عن العمل، مما يعني أن على الأم الحامل السفر لساعات للوصول إلى أقرب مرفق صحي. وأضافت المنظمة في بيان لها: في اليمن ليس بإمكان كل امرأة اليوم الوصول إلى المستشفى لكي تضع مولودها تحت إشراف طبي يضمن سلامتها وسلامة مولودها، وحتى مع استعداد البعض للذهاب في رحلة طويلة للوصول إلى أقرب مستشفى تتربص المخاطر بكل من يحاول ذلك. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت: وفاة موظف حكومي جراء التعذيب في سجون الميليشيات في ذمار. مصادر محلية في تلك المدينة قالت إن موظفا في فرع مصلحة الدفاع المدني توفي بعد تعرضه لتعذيب وحشي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية على مدى الأشهر الأربعة الماضية. أوضحت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الميليشيا اختطفت مأمون الحبيشي الذي يعمل سائق سيارة إطفاء بفرع مصلحة الدفاع المدني قبل أربعة أشهر، وأودعته السجن بتهمة تمزيق صورة لقيادات الميليشيا الحوثية. ولفتت المصادر إلى أن الحبيشي تعرض لتعذيب وحشي أودى بحياته، وطلبت الميليشيات من فرع المصلحة بذمار إبلاغ أقارب الموظف لاستلام جثته. مع نهاية هذه السنة سيسكب حبر كثير على تحليل أسباب الكوارث التي حلت بسكان هذه المنطقة المنكوبة من عرب وقوميات أخرى، وسيذهب الكتاب في ذلك مذاهب كثيرة، كل حسب موقعه من خرائط السياسة والجغرافيا والمصالح. هكذا افتتحت صحيفة القدس العربي عددها الأخير من العام الجاري. في فلسطين نشهد تلخيصا للمأساة العربية مع استمرار العنجهية والاستيطان والقمع والأسر، وابتهاجا إسرائيليا بالخراب العربي العام، كما نرى التأثير العربي والإقليمي من خلال تنسيق سلطات مصر مع إسرائيل على حصار غزة. يمكننا بعد ذلك أن نقوم بمسح استطلاعي لجبل القهر العربي بدءا من اليمن، حيث ما تزال قوات الرئيس السابق علي صالح وحلفائه الحوثيين وسندهم الإقليمي إيران يحتلون صنعاء ويحاصرون تعز ويفرضون تحالفا بين الاستبداد الوطني المتراكم والإرث الإمامي الذي أسس صالح وأسلافه شرعيتهم بالانقلاب عليه لمقاومة ثورة ظن الكثيرون أنها وصلت إلى منتهاها. ونتابع في العراق فصول المأساة المستمرة منذ الاحتلال الأمريكي وفتح الباب لموجة الاستقواء الإيراني على بلدان المنطقة،
وأسس نظاما للغلبة الطائفية والفساد المهول. وسنشهد في سوريا رئيسا يعلن الانتصار على شعبه مستعينا بالأجنبي الإيراني وميليشياته العراقية واللبنانية، في ختام سوريالي لأسطورة البعث السوري رافع راية القومية العربية، فيما تستكمل روسيا المشهد المخزي باستعمار عسكري جديد لبلد كان قد نال استقلاله قبل أكثر من 70 عاما. 2016 كانت سنة قهر عميم، لكنها أيضا حملت إشارات إلى أن القهر لا يدوم. وكآخر حدث في عام 2016 والذي شغل العالم حول الأزمة الأمريكية الروسية، عنونت صحيفة الحياة: الكريملين لا يستعجل الثأرة لطرد الدبلوماسيين. تقول الصحيفة: تحولت الأنظار إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد اتخاذ إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما قرار طرد 35 دبلوماسيا روسيا يعملون في سفارة بلادهم في واشنطن للاشتباه في تورطهم بهجمات إلكترونية على أنظمة كمبيوتر في الولايات المتحدة. وخلافا للتوقعات، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوساط السياسية والإعلامية في البلدين بتعامله ببرودة أعصاب، تاركا الرد إلى حين تولي ترامب الرئاسة، ما يعني عمليا إعادة الكرة إلى ملعب الإدارة الأمريكية المقبلة. تتابع الصحيفة: شملت العقوبات وضع مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الذي تتهمه بأنه ساعد في القرصنة على لائحة العقوبات إلى جانب 4 ضباط استخباراتيين. يتساءل كثيرون في الولايات المتحدة عن مصير هذه الإجراءات بعد تولي ترامب الحكم خلال 3 أسابيع، خصوصا وأن إدارة أوباما تعتبر بأن ترامب استفاد من الهجمات الإلكترونية الروسية لكسب معركة الرئاسة. صحيفة القدس العربي. وفي أخبارها الأكثر قراءة قالت: رئيس الفلبين يعترف: رميت شخصا من الطائرة. تقول الصحيفة: هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي مسؤولي الحكومة الفاسدين بالرمي من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها، واعترف بأنه فعل ذلك ذات مرة وأنه لن يشعر بوخز الضمير إذا أقدم على ذلك مجددا. وقال دوتريتي المعروف عنه بتصريحاته الغاضبة: إنه ألقى ذات مرة صينيا يشتبه في ارتكابه جريمتي اغتصاب وقتل من على طائرة هليكوبتر. وأشار الرئيس الفلبيني في كلمة وجهها لضحايا إعصار ضرب الفلبين: إذا كنت فاسدا سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها، فعلت ذلك من قبل، فلماذا لا أفعله مرة أخرى؟ تتابع القدس: لم يتضح على الفور متى وأين وقع حادث الهليكوبتر الذي تحدث عنه، لكن المتحدث باسم الرئيس أشار إلى أن هذا ربما لم يحدث فعلا. قالت صحيفة الشرق الأوسط: إنه وبعد قراءة هذه القصة لابد على الأهل من أخذ الحيطة والحذر من أطفالهم عندما يخلدون للنوم. وتقول الصحيفة: عندما كانت الأم بيفيني هويل من مدينة مامويل باركنساس تشاهد فيلما مع ابنتها، غفت على الأريكة من الإرهاق في هذه اللحظات. استغلت ابنة السنوات الست الفرصة لتشتري لنفسها هدايا قبل عيد الميلاد، حيث استخدمت الطفلة بصمة أمها أثناء نومها وفتحت هاتفها الآيفون لتشتري لنفسها مجموعة من ألعاب البوكيمون من أمازون بقيمة $250 أمريكيا. تقول الأم: نمنا معا، وبعد دقيقتين من بدء الفيلم كنت قد غرقت في النوم. وأضافت: وضعت هاتفي فوق طاولة القهوة بجانب الأريكة، فأخذت طفلتي الهاتف ومررت إبهامي على الجهاز المغلق ففتحته وبدأت بعملياتها الشرائية. يتابع الموقع: في اليوم التالي وأثناء مراجعة الأم حسابها، اكتشفت أن أحدهم قد اشترى 13 لعبة من البوكيمون بمبلغ $250. عن العام الجديد واللحظات التي مرت فيه بما حملتها من سعادة وتعاسة وذكريات موطنة في ذاكرة الأيام، كتب رمزي مهدي الجديعي مقالا في صحيفة العرب الجديد بعنوان: عام مجهول الملامح. يوشك هذا العام أن يغلق مصراعيه
وتدق طبول ميلاد عام جديد بحلة جديدة وطلة بهية، ولا نزال نرتدي ثيابا رثة متسخة بدمامة السياسة وقبح التآمر على السلام والأمن والاطمئنان. أغتيلت الأوطان على حين غرة، صرخت طويلا في سبيل أن يشوش صراخها سبات معتصم ويقض بكاؤها مضاجع العرب. بحت الأصوات وتحشرجت الحناجر ودمرت المآذن وانتزعت الأرواح من أجسادها، فيما لا يزال العرب يترنحون ويصدرون خطابات تعوي لا يكاد السامع يفقهها، ولا تمت للواقع بصلة. قمم يعلن عنها وجلسات تعقد للتشاور، طاولات يثقلون ظهرها بما لذ وطاب، وبدلات يرتدونها مشدودة الوثاق، يهتمون بنوع ربطة العنق وشكلها ولا يأبهون بأعناق تقتلع، يحزمون بطونهم كي تتوارى تخمتهم فيما شعوبهم يطبق الجوع على معداتها، يلمعون أحذيتهم ولا يهمهم أولئك الحفاة العراة الذين تنتعلهم الألغام وتنال منهم الحروب وتفتك بعقولهم سياسة حمقى. عزمت نهاية هذا العام أن أتجنب التوقع والتخمين لما تحمله سفينة العام 2017 في طياتها من موضوعات، وما زرعته على جنبات الطريق، وما تحمله من منعطفات وهاويات. لا أدري هل سينصب العام الجديد خيامه على أرض مستوية تتوفر بها مقومات الحياة وأساسيات السعادة، وتوتد حبالها بأرض متماسكة في وجه العواصف وتخضر مروجها وتثمر عروبتها، أم أنه سيحط الرحال على شفا هاوية تؤرق منامنا ومنزلقات صخرية تهوي على رؤوسنا، ينال منا البرق بصوته وتجرفنا الأمطار بسيولها. أهم الأحداث خلال العام 2016 وردت في صور نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، وقد احتلت صور الطفلين عمران وإيلان صدارة الصور الأكثر تأثيراً، فيما توزعت البقية لتوثق لحظات أخرى. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصحف والصور نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. نتابع سويا الآن رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.